بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، نخصص هذه الجلسة المشتركة للاستماع لعرض السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون المالية رقم 6024 للسنة المالية 2025. كلمة السيدة الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس المستشارين، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون. يسعدني أن أتقدم أمام مجلسيكم الموقرين لبسط الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وكما تعودنا على مر السنين، تشكل مناقشة مشاريع قوانين المالية محطات أساسية للعمل المشترك بين الحكومة والبرلمان، كما توفر فرصة سنوية لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وهو ما تحرص عليه هذه الحكومة منذ تنصيبها بكل صدق ومسؤولية في سبيل مواجهة مختلف التحديات ومعالجة القضايا الكبرى التي تواجهها بلادنا، بما يستجيب للرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله ويحقق انتظارات شعبه الوفي. حضرات السيدات والسادة، يتزامن إعداد وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع تخليد بلادنا للذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، وهو العهد الذي عرف مسارا تنمويا شاملا أبدعه وقاده صاحب الجلالة حفظه الله وأيده منذ ربع قرن، مترجما بذلك رؤية ملكية واضحة لمشروع مجتمعي إصلاح متكامل يتجلى خيطه الناضم في تحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانيات وبين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، وكلها عناصر تنصهر في نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادية والواقعية، ويستمد قوته من القدرة على استلهام مناعة النسيج الهويات الوطني ومن الانفتاح على التطورات التي يعرفها العالم. وقد عرفت بلادنا خلال هذه المرحلة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده تحقيق تراكمات ومكتسبات غير مسبوقة شملت كافة المجالات، كما مكنت المملكة من امتلاك مناعة وقوة كان لها الفضل في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات الخارجية والداخلية والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع مواصلة البناء بثبات وتدرج في إطار من الاستقرار والانفتاح. وبفضل هذه الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة، فقد تمكنت بلادنا من الانخراط في برنامج تحديث طموح ومستدام أتاح للمغرب الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية وتنويع شراكاته ونسيجه الاقتصادي، موازاة مع تطوير البنيات التحتية الكبرى بمختلف جهات المملكة، كميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر أكبر منصة للحاويات في البحر الأبيض المتوسط وإطلاق أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، هذا إلى جانب ريادة بلادنا على الصعيد القاري في مجموعة من القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والصناعة وتصدير السيارات والطيران والإلكترونيك.
كما عرفت المملكة خلال هذا المسار توطيد الجهوية المتقدمة وتسريع مختلف الأوراش المرتبطة بها في تكامل مع سياسة لا تمركز الإداري، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية ويعزز الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، لا سيما أقاليمنا الجنوبية التي خصها صاحب الجلالة نصره الله بنموذج تنموي متفرد صارت جل مشاريعه اليوم جزءا من واقع هذه الأقاليم وأرضية فعلية لتسريع وتكريس الجهوية المتقدمة. وفي نفس الإطار عرفت هذه المرحلة المجيدة من تاريخ المملكة تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي، موازاة مع مراكمة الإنجازات والمكاسب الدبلوماسية الحاسمة والدينامية الدولية الغير مسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، والتي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، الذي أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 11 على أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف، وعلى أن المرحلة المقبلة تنطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا وتصدي لمناورات الخصوم. انتهى كلام صاحب الجلالة. وهي مناسبة لتأكيد تعبئة الحكومة إلى جانب كل مؤسسات الدولة وكل قواها الحية من أجل الدفاع عن عدالة قضيتنا الوطنية، وهي مناسبة كذلك لتجديد عبارات الشكر والتقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. حضرات السيدات والسادة، لقد انخرطت الحكومة منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله. هذا المسار الذي يقوم كما ذكرت سابقا على التوازن بين الطموحات والإمكانيات، وعلى الانسجام بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وعلى التكامل بين القرارات الظرفية والأوراش الهيكلية بعيدة الأمد. ولعل الإنجازات التي تم تحقيقها خلال نصف الأول من ولاية هذه الحكومة تبين ذلك بشكل واضح، سواء على المستوى الاجتماعي عبر تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية وتسريع تأهيل المنظومة الصحية وتنزيل إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ومأسسة الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء والمقررات الدراسية والأعلاف والأسمدة، وذلك بالموازاة مع تفعيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، إضافة إلى التدابير الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي كإعفاء بعض المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، أو على المستوى الاقتصادي من خلال إخراج ميثاق الاستثمار وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة ثمل الشروع في إنجازها بشكل فعلي، إلى جانب تسريع الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار وفعاليتها وإصلاح العدالة وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز اللاتمركز الإداري. كل ذلك في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية بما يضمن استثمار أقصى مؤهلاتنا دون تعريض أسس مناعتنا المالية لمخاطر الانزلاق، حيث تمكنا من رفع ميزانية الاستثمار بمستويات قياسية لتنتقل من 245 مليار سنة 2022 إلى 335 مليار سنة 2024، كما ارتفعت من المداخل
البخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ 12.5% بين سنتين 2021 و2023. حضرات السيدات والسادة، إن ما تم تحقيقه من حصيلة مشرفة خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية وبقدر ما يدعون للاعتزاز، فإنه يشكل أيضاً حافزاً بالنسبة لنا من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات التي تندرج في هذا المسار التنموي والتحديثي التي تشهده بلادنا، وذلك ترجمة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله واستجابة لانتظارات كل المغاربة. ذلك أن الحكومة حريصة على مواصلة مختلف الأوراش المجتمعية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا، مع التصدي لكافة التحديات التي يفرضها علينا السياق الحالي داخليا وخارجيا، والتي يتعين علينا جميعا مواجهتها. إذ تشكل مناقشة مشروع قانون المالية من طرف مجلسيكم الموقرين فرصة للارتقاء بالعمل المشترك بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، قصد الوقوف على حجم هذه التحديات وإيجاد أنسب الحلول لمعالجتها. وعلى هذا الأساس فقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي والحفاظ على توازناته، لا سيما عبر استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وللقيمة المضافة العالية، خصوصا في القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقي والغذائي والاستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية لاقتصادنا الوطني وتعزز مناعته، موازاة مع مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة. حضرات السيدات والسادة، قبل الخوض في توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتفاصيله، لابد من الوقوف أيضا عند أهم تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية التي تم في ظلها إعداد هذا المشروع. فكما تعلمون، يأتي مشروع القانون المالي لهذه السنة لسنة 2025 في سياق دولي لا زال يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3.2% خلال سنتين 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا في منطقة الأورو من 0.9% خلال 2024 إلى 1.3% سنة 2025. وعلى المستوى الوطني، فقد تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1% عندما تم شهر غشت 2024 بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية، كما يتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نمو يقدر ب 3.3% مع نهاية سنة 2024، مدفوعا أساسا بالدينامية التي يعرفها القطاع الغير الفلاحي الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 3.7% بعد أن سجل 3.5% في سنة 2023. وقد تأكدت هذه الدينامية على ضوء المنحنى الإيجابي الذي عرفته القطاعات المصدرة إلى غاية ما تم شهر غشت من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، لا سيما صادرات قطاع السيارات اللي ارتفعت ب 7.6%، الفوسفات ومشتقاته ليرتفعوا ب 11.7%، إلى جانب ارتفاع مبيعات الإسمنت ب 7.2%،
والتطور الملحوظ الذي يعرفه القطاع السياحي، حيث حقق أرقاما قياسية في عدد السياح الذي بلغ 11.8 مليون سائح، أي ارتفاع 16%، وكذلك في المداخيل التي بلغت 76.4 مليار درهم، أي ارتفاع 6.7%، موازاة مع الارتفاع المسجل في الاستثمارات الأجنبية ببلادنا، والتي عرفت تطورا مهما لتبلغ أزيد من 25 مليار درهم، ارتفاع بتقريبا 14%، وذلك خلال نفس الفترة. وستمكن هذه الدينامية من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4% سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4% سنة 2022 و4.3% سنة 2023، وذلك على الخصوص بفضل تواصل تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت ب 23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023. حضرات السيدات والسادة، ينبني مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات البرنامج الحكومي. وعليه تسعى الحكومة من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الإجابة على 4 رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل فيما يلي: أولا، مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ثانيا، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ثالثا، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ورابعا، الحفاظ على استدامة المالية العمومية. بالنسبة للرهان الأول، والذي يروم تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال عمل الحكومة على استكمال التنزيل الفعال ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري على الأساس عن المرض لفائدة كل فئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير قادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 مليار درهم. وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة لعندهم 350 درهم، وإلى 175 درهم من كل ولد من الأولاد الثلاث الأوائل غير المتمدرسين. أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون 6 سنوات أو الذي يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم من كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي لهذا البرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025. كما ستعرف سنة 2025 استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار. وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فإن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، وذلك للإنجاح تعميم
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولتمكين المواطنين والمواطنات من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة. وستواصل الحكومة تعزيز العرض الصحي خلال سنة 2025 عبر مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية بالموازاة مع استكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من أكادير والعيون والرشيدية وابن ملال وقلميم، واستكمال إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة. كما ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقرب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركز صحي، سينضاف إليها 524 مركز صحي سيتم إنهاء أشغال تأهيلهم خلال السنة المقبلة. وموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليبلغ 25 مهاليا لكل 10,000 نسمة في سنة 2025 و45 مهنيا للصحة لكل 10,000 نسمة في أفق سنة 2030. كما تعمل الحكومة على توفير المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 6,500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. وستواصل الحكومة أيضا العمل على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظام والمعدات المعلوماتية في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025. وقد خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024. أثرت السيدات والسادة، فيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، تولي الحكومة عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأس المال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، حيث ستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983,654 مستفيد برسم الموسم الدراسي 24-25، وتوسيع مدارس الرياضة لتشمل 2,626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة 68 منها بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي. ولهذه الغاية فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر ب 11.7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. وإدراكا من الحكومة لأهمية اندماج بلادنا في مجتمع المعرفة وتطوير قدرات البحث العلمي
وتسخير نتائجه لدعم جاذبية وتنافسية القطاعات الإنتاجية. فستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية وملائمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل. وقد خصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 16 مليار و 400 مليون درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025. كما ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على مواصلة تطوير عرض التكوين المهني ووضعه في مساره الصحيح الذي يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وذلك من خلال استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات مع إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع وفعاليته بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات. حضرات السيدات والسادة، فيما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ستواصل الحكومة خلال سنة 2025 أجرأت التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16 مليار و 500 مليون درهم لصندوق المقاصة. وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي وتجسيدا لتوجيهات صاحب الجلالة نصر الله، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع إجمالي الالتزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. وانسجاما مع ما سبق، ستعرف نفس السنة المالية 2025 مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريا. هذا إلى جانب مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار. ينضاف إلى كل ذلك تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%. كما ستعمل الحكومة على ضمان الإمداد العادل للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إعفاء عملية استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى غاية 31 جانفير من سنة 2025 المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والمعز والجمال وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل والعجلات للإنسان والعجول، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر. كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2025 تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، فلقد استفاد من هذا البرنامج أزيد من 25,000 أسرة بداية شهر أكتوبر من هذه السنة. وموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تنزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن الغير لائق وتحسين ظروف عيش الأسر. وكما لا يخفى عليكم، فقد عرف بلادنا توالي أزمات وتحديات ذات طابع داخلي، كان لازما على بلادنا مواجهتها، لعل أبرزها أزمة المياه وزلزال الحوز والفيضانات التي ضربت خلال الشهر الماضي أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة.
وهنا لابد لي من التوجه بواجب العزاء لأسر ضحايا الفيضانات، والتأكيد في نفس الوقت على تعبئة الحكومة من أجل تسريع تنزيل التعليمات الملكية السامية بخصوص برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة التي ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن المتضررة بشكل جزئي، و 140 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي عرفت انهيارا كليا، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، وذلك بالموازاة مع دعم الأنشطة الفلاحية لا سيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات. وقد خصصت الحكومة لهذا البرنامج اعتمادات مالية تقدر بجزء المليار وخمسمائة مليون درهم. ومن جانب آخر، تولي الحكومة اهتماما خاصا لمواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء تعلق الأمر بالمساعدات المباشرة المقدمة للأسر المتضررة، وكذلك تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من طرف القطاعات الوزارية المعنية والتي تهم مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية. سيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون، يتعلق الرهان الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل. إن الإرادة التي تقودنا اليوم نحو تكريس المسار التنموي الطموح الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله طوال 25 سنة ماضية لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام عبر استثمار المؤهلات التي تسخر بها بلادنا في أفق بلوغ المكانة التي يستحقها المغرب والمغاربة قيادة وشعبا. ولهذه الغاية ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تكريس هذا المسار عبر مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى. من أجل ذلك ستتوجه الحكومة نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي مبني بشكل أكبر على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص وتعزيز قدرة اقتصادنا الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وأكثر خلقاً لمناصب الشغل. وهو التوجه الذي سيتعمل الحكومة على تكريسه من خلال مشروع القانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال. وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار على تعزيز تموقع بلادنا على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، لا سيما تقديم التعويضات المشتركة لدعم الاستثمار والتعويض المجالي الإضافي الذي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، والتعويض القطاعي الذي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة إلى جانب إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. وستواصل الحكومة العمل على تفعيل آلية الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع بعملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها.
وكذا تلك التي تدخل في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال والمرتكزة على تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار والمبادرة المقاولاتية وتعزيز التنافسية الوطنية وترشيد تكلفة عوامل الإنتاج وتطوير بيئة ملائمة لريادة الأعمال والابتكار إلى جانب الإصلاح الشمولي لمنظومات الطلبيات العمومية ومواصلة تنزيل إصلاح الضريبي وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها. وبالموازاة مع العناية الكبيرة التي توليها الحكومة للاستثمار الخاص فإنها ستعمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. وهكذا ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها والمتمثلة في استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، إضافة إلى تنزيل استراتيجية الرقمية المغرب الرقمي 2030، كما ستعطي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية والسككية والجوية والطرق السيار والمجال الرقمي والسياحة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله لإشكالية تدبير الموارد المائية. ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني لتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سد كبير وبرمجة أشغال بناء 3 سدود كبرى جديدة بكل من أقاليم شفشاون والعريش وجرادة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية لا سيما من حوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم ربيع مرورا بأحواض سبو وأبير قراق، وتفعيل خارطة الطريق لمشاريع تحلية المياه البحر بهدف تأمين تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، من أهمها محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب في أفق 2028، إضافة إلى تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه لا سيما من خلال اقتصاد مياه الشرب المياه الصناعية والسياحية والتحويل إلى الري الموضوعي. ولهذه الغاية فقد عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 18 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. حضرات السيدات والسادة، يعتبر التشغيل بالنسبة للحكومة أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية. فقد عملت الحكومة على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية. وعليه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على 3 محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل من خلال تعبئة غلاف ديال 14 مليار درهم برسم سنة 2025. ويهدف المحور الأول إلى تحفيز دينامية الاستثمار خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفناحة والبناء الأشغال العمومية وكذا السياحة، وذلك بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. المحور الثاني يتعلق بالرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج.
أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى تخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية. وفي هذا الإطار سيتم تفعيل خارطة الطريق تتضمن خطة عمل ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. حضرات السيدات والسادة، بالنسبة للرهان الثالث لمشروع والمتمثل في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وانسجاماً مع المقاربة المتكاملة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية ولآلية التدبير العمومي بشكل عام ورغم العمق المؤسساتي والمجتمعاتي لهذه الإصلاحات فإنه لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد بقدر ما يرتكز على سياسات وعلى قرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات وبشكل يضمن نجاعة المؤسسات ويجعل كل واحد من هذا الأوراش الإصلاحية رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا. ووفق هذا المنظور ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة في إطار تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين. هذا بالإضافة إلى الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من المؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلائم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة. وفي نفس الإطار يتم إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على وجه المغرب. ومن جانب آخر وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ستواصل الحكومة تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية وجعله محركا للاندماج القاري والدولي واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج وتعزيز دوره كفاعل نشيط فيما يخص العدالة المجالية وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي. كما ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة وعلى تعزيز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية من خلال مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولا سيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي. كما سيتم العمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللامماركزة ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللامماركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها. وفي نفس الإطار ستواصل الحكومة العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة حيث أنه علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر بعشرة المليار درهم فإن الحصة التي يتم رصدها للجماعات الترابية من مداخل الضريبة على القيمة المضافة ستعرف ارتفاعا من 30% إلى 32%، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي وتعزيز العدالة المجالية. حضرات السيدات والسادة، يتمثل الرهان الرابع لمشروع في الحفاظ على الاستدامة المالية العمومية
ذلك أن النجاح في تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة التي انخرط فيها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانية. ولذلك فإن الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون لسنة 2025 لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته لماليتنا العمومية خلال السنوات الماضية بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية لبلادنا. وعليه ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على استدامة ماليتنا العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة تنزيل قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، وذلك بالموازاة مع مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردوديات المحفظة العمومية. وتهدف الحكومة من هذه الإصلاحات إلى مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجل الميزانية على المدى المتوسط في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ثم 3.5% سنة 2025 لنصل إلى 3% سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 69% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026 بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية. السيدات والسادة، من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 وأخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6% وذلك بناء على الفرضيات التالية: معدل التضخم في حدود 2%، ارتفاع الطلب الخارجي خارج الفوسفات ومشتقاته ب 3.2%، محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، متوسط سعر غاز البوتان ل 500 دولار للطن. حضرات السيدات والسادة، كانت تلكم أهم التوجهات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي نحرص من خلالها على تعزيز المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال ربع قرن من حكم صاحب الجلالة نصره الله وأيده، والتي سنعمل من خلالها أيضا على ترصيد الحصيلة المشرفة التي حققتها الحكومة خلال النصف الأول من هذه الولاية عبر استكمال تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية التي دشنتها وفاء بالالتزامات بالبرنامج الحكومي. إن هذا الأوراش والإصلاحات ليست عمليات وتدابير متفرقة بقدر ما تترجم منظورا متكاملا بأهداف واضحة يستلهم هويته وخيطه الناظم من الرؤية الملكية الشاملة كما سبق وأشرت في مستهل هذه الكلمة، كما أن ما يجعل سقف طموحنا عاليا وهو أمر ليس نابعا من فراغ وهذه الإرادة الملكية الصادقة من أجل الارتقاء ببلادنا إلى المكان التي يستحقها بين البلدان في عالم متغير ومتجدد يتيح من الفرص مثل ما يفرض من التحديات. وقبل الختام لابد من التأكيد على أمر غاية في الأهمية، وهو أننا اليوم وأمام ما يشهده هذا العالم من توترات جيوسياسية وجيواقتصادية ومن أزمات متعددة الأبعاد والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، فنحن مطالبون بتكثيف الجهود وتعزيز روح التضامن وروح التعاون والتكامل النابعة من الوطنية الصادقة التي أبان عنها المغاربة ملكا وشعبا عند كل المواقف والمحطات التاريخية الفارقة التي عرفتها بلادنا، وذلك
صونا وتتمينا للتراكمات والمكتسبات التي حققتها المملكة عبر هذا المسار التنموي والإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وترصيدا للثقة التي صارت تحظى بها بلادنا لدى أهم المؤسسات العالمية وجل الدول العظمى منها والصاعدة. وعليه فإن عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلسيكم الموقرين يشكل مناسبة للوقوف على مختلف الرهانات والقضايا الوطنية بشكل جاد ومسؤول من أجل تقديم الحلول الواقعية والفعالة التي تنبني على تثمين مكامن القوة وتقويم النقط الذي قد يشوبها نقص، كما أن مختلف الإصلاحات المجتمعية والأوراش التنموية التي نراهن عليها من أجل الارتقاء بنموذجنا الاقتصادي والاجتماعي اليوم مهما كانت طموحة وواقعية لا يمكن أن تبلغ غايتها دون التزامنا الجماعي ومساهمتنا البناءة في تحقيقها، وذلك تجسيدا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله واستجابة لانتظارات كل المغاربة. أشكركم على حسن إصغائكم والسلام عليكم.